عشان هي فيها افرازه دي رباني طول الوقت بتربطها طول الوقت يعني زيتها. فالحاجات دي دايما بتقلل من التجاعيد خالص، يعني كل ما البشره تاخد زيتها التجاعيد قل. فدايما تلاقي بشرتهم حلوه قوي كده ونضره وشكلها صغنن في السن، تلاقي بشرتها دميه. تمام. تاني حاجه المواصفات بقى، اول حاجه شفتوا زياده في ايه؟ افراز الدهون، ظهور المسكات الواسعه، طبعا في حبوب واحيانا في حفر في الورق اللي هي المختلطه الاول. خش على مختلطه القرش اللي هي شبه الجبين. ولا اقول لكم نشرح الجفه الاول. الجفه بقى تاخد الصفحه بتاعت الميك اب، حطوا صباعكم كده وهتوها بسرعه. البشره الجافه بقى اللي هي اسمها دراي سكين. دراي يعني ناشف، دراي سكين. مواصفاتها ايه بنات او عنده؟ بتعطي جفاف شديد في البشره، طبعا هي جافه ففيها جفاف. تاني حاجة فيها احمرار، البشرة دي دايما بتكون محمرة متسلخة ملتهبة من كتر ما هي متعطشة للترطيب. مين فاهم الكلام المعصر اللي كانت على تمام؟ وخصوصا في فصل الايه؟ الشتاء. اللي بشرته جافة بيلاقي نفسه في الشتاء يبقى دي ايه؟ مختلطة. معايا؟ ودايما بيسموا المنطقة دي تي زون أو باتر فلاي. باتر فلاي يعني فراشة. مين فاهم؟ ايه 5 ساعات كده بتتقطع الشعر بيتعمل كده بكبسه. يعني انا لما اجي انشف شعري امسك الفوطه اجيب شعري على جنب كده، ولو شعرك قصير من فوق كده وتقومي تطبطبي عليه تاخدي الميه كلها. او البشره الوش الميه الفاتره صيف شتاء على فكره. الناس اللي بتسقع معلش لو عملتي الميه سخنه وشك كارثه، لازم تكون فاتره كده او ساقعه. الله الله على الميه الساقعه. تمام. والغسول الصبح وبالليل زي ما قلنا. والفوطه ما ينفعش امسك وشي نفسها بعد كده. شايفين انا عملت ايه؟ والله العظيم وشي هينشف هينشف. لكن لو انت عملتي كده انت بتهريه، لازم هينشف والله بس كده. طب طب والفوطه نعم، ولازم الفوطه اللي بتمسحي بيها وشك دي تتغير كل يوم. الناس اللي فوطتها بتفضل نفس الفوطه اسبوع 5 ايام غلط. زي ما خدت السرير لو هي بكيس، الكيس بيتغير كل يومين عشان غسيل كل يومين. عشان ماما ما تصوتش وتبقى مصيبه، بس وشي اهم من ماما انا اغسله ما عنديش مانع. فكيس المخده مهم، خصوصا لو فتره كنت بتعاني فيها من حبوب مرهم على حبايه، هتحطي على الحبايه كده شيلي صباعك، عايزه تحطي على الحبايه الثانيه استخدمي صباع ثاني، حبايه ثالثه الصباع الثالث، عندك 20 حبايه اعملي ايدك ورجلك. المهم ان مش نفس الصباع اعمل بيه كده. ايوه. ها؟ عشان لو في واحده هنا ملتهبه ودي قربت تخف، لا انفكشن راح على طول. مين فاهم حاجه؟ نرجع هنا تاني.